يوم 17 سبتمبر حصلت أغرب وأكبر عملية اختراق في التاريخ. انفجارات هزت لبنان كلها، من الجنوب لبيروت للبقاع وحتى في سوريا. أجهزة اتصالات لاسلكية قديمة طلعت قبل التليفون اسمها البيجر انفجرت في جيوب وإيدين حاملها فجأة وبدون سابق إنذار. لا، أو يعني عشان نكون دقيقين شوية، كان في إنذار. الأجهزة دي رنت قبل الانفجار الرنة الطبيعية بتاعتها علشان كل اللي معاه الجهاز ينتبه ويقرب للجهاز والضرر يزيد. وشفنا الفيديوهات اللي انتشرت، فيديوهات فظيعة بجد، ناس في الشوارع، في الأسواق، في المستشفيات، كله انفجر. وعلشان اليوتيوب وكده مش هقدر احط لكم الفيديوهات دي، لكن تقدروا تشوفوها على اكس. ما شاء الله سلاح ملاح، ما حدش بيقول لحد انت بتعمل ايه هناك، وانتوا هناك في اكس بتابعوا حساب. المهم ينفجر الاف الاجهزه، واغلب اللي شايلين الاجهزه دي هم عناصر حزب الله اللي كانوا مستهدفين من عمليه الاختراق والتفجير. يوصل عدد القتلى ل 11، من بينهم طفلة عندها 9 سنين، وعدد الجرحى يتجاوز 4000 جريح، منهم 400 حالة خطيرة. أغلبهم يتعرضوا لعمليات بتر وتحصل فوضى كبيرة في كل لبنان. مستشفيات جنوب لبنان تتعبى على الآخر وما عادش فيه عندهم طاقة استيعابية. لحد دلوقتي محدش تبنى العملية دي بشكل رسمي، لكننا يعني كلنا عارفين مين اللي وراها، الصهاينة. وحزب الله يتهم إسرائيل بشكل مباشر ويتوعد بالرد والقصاص، وعلى وسائل الإعلام الإسرائيلية بيحتفلوا بالعملية وبيسموها تحت الحزام. تعالوا نفهم مع بعض بقى إيه اللي حصل وإزاي قدرت إسرائيل تنفذ اختراق وتفجيرات بالحجم ده، وإيه هي ردة الفعل المتوقعة، ويا ترى منطقتنا الجميلة أو عالمنا اللذيذ رايح على فين. في البداية خلونا نعرف ايه جهاز البيجر ده والبيجر ده، والاغلبنا اول مرة بنسمع باسمه علشان مش شائع. هو جهاز اتصال لاسلكي صغير بيتسمى باسم جهاز المناداة او جهاز الاستدعاء الالي. واحنا في مصر مش عارفينه، يعني انا مش فاكره، ما افتكرهوش ايامي خالص، بس هو كان منتشر في اوروبا مثلا، في امريكا، في دول الخليج. الجهاز يعتبر بسيط وبدائي وتقريبا من التسعينات شبه انقرض، ومحدش بقى بيستخدمه الا بشكل نادر، لان التليفونات حلت محله بقت اسهل في الاتصال. لكن حزب الله وغيره من التنظيمات اللي نفس شكل حزب الله كده بيستخدموا الجهاز ده علشان بساطته، وبساطة الجهاز تعتبر ميزة في صعوبة الخطر. الجهاز بسيط لدرجة انه بيتكون من شاشة وبطارية ودارة ارسال واستقبال، وبيشتغل على موجات الراديو، مش محتاج لانترنت ولا اقمار صناعية علشان يشتغل، علشان كده يعتبر امن وامن من الاجهزة الحديثة زي التليفونات والكلام ده في موضوع التجسس والاختراق. ولكن حصل اللي مش متوقع وتم اختراقه وانفجر الاف الاجهزة منه في لحظة واحدة. سنة 2019 بيتولى افيف كوخافي منصب رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، وبيطرح خطة اسمها ناتوفا، وهو مقتنع ان اسرائيل مش هيهدلها بل في المنطقة الا عن طريق خطة ناتوفا دي. الخطة دي عبارة عن انه شن عمليتين هجوميتين بينفذهم جيش الاحتلال في نفس الوقت على جبهتين مختلفتين، الجبهة الجنوبية على المقاومة في غزة والجبهة الشمالية على حزب الله، بهدف القضاء على 70% من قدرات التنظيمات المعادية لإسرائيل عن طريق إجراء هجوم بآلاف المسيرات المحملة بأحدث القنابل الأمريكية ويستهدف فيها مقرات ومواقع التنظيم. وفي نفس الوقت هيتم شن هجوم سيبراني وحرب إلكترونية هدفها تعطيل أي حاجة تقنية بيعتمد عليها المقاومين، مع إطلاق قمر صناعي جديد بهدف التجسس ووحدة جيش جديدة فقط للتجسس على إيران ومحاولة معرفة إيه ردة فعل إيران بعد العملية دي، خصوصا من ناحية حزب الله. وبعدها هيتم اجتياح غزة وجنوب لبنان عن طريق فرق من قوات نخبة الجيش الإسرائيلي. وبالمناسبة فرقة غزة اللي كانت معمولة علشان المهمة دي هي نفس الفرقة اللي قضت عليها المقاومة وأثرت قضيتها وجنرالاتها خلال أقل من ساعتين بس في صباح 7 أكتوبر المجيد، أعده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. وربنا إن شاء الله على 7 أكتوبر اللي جاي يكون أهل غزة تنفسوا شوية بدل ما هم مخنوقين كده، الله يعينهم، بقالهم سنة بيتبادوا وإحنا بنتفرج. يلا حسبي الله ونعم الوكيل في الحكام العرب واللي كان السبب. المهم، ايه علاقة خطة ناتوفا دي باللي حصل في لبنان دلوقتي؟ اغلب النظريات بتقول انه التفجيرات حصلت بهجوم سيبراني حديث ومتطور ما شافش العالم زيه قبل. طبعا ده غير ان العملية دي تعتبر اكبر ضربة مباشرة بتاريخ الصراع المسلح بين العدو الصهيوني واعدائه. وقبل الضربة وبعد الضربة اسرائيل بتنقل معدات وادوات للحدود الشمالية في استعداد لاجتياح بري لجنوب لبنان،
يعني كل حاجة بتشير إلى خطة نتوفا دي. ودلوقتي بعد ما عرفنا إيه خطة نتوفا اللي من 5 سنين بيخطط لها رئيس الأركان، تعالوا نعرف وجهات النظر عن إزاي حصلت التفجيرات دي في لبنان. أول سيناريو بيقول إن إسرائيل فخخت أجهزة البيجر دي أو أجهزة المناداة خلال مرحلة من مراحل التصنيع أو التوريد لحزب الله. الأجهزة قولا واحدا جاية من إيران لحزب الله ومصنعة عن طريق شركة تايوانية اسمها جولد أبول، واللي بعد الحادثة دي مباشرة اقتحمت الشرطة التايوانية مقرها، وخرج رئيس الشركة في نفس الوقت وأخلى مسؤولية شركته من اللي حصل، وقال إسرائيل ضرتني زي ما ضرت حزب الله، وسمعة الشركة بقت في الأرض. وطبعا قال إن الأجهزة دي بتتصنع في شركة تانية في أوروبا وتحديدا في هنجاريا اللي هي المجر. يعني بص يا صديقي، هو ممكن تكون الشركة الهنجارية المجرية دي متعاونة مع إسرائيل ومتورطة في الموضوع، لكن الموضوع احتماله ضعيف انها تكون عملت المتفجرات وحطتها في البيجر نفسها، لان مفيش شركة تقنية هتورط نفسها في صراع يوصل العالم لحرب عالمية. غالبا شحنة الاجهزة دي بتتباع لإيران مش لحزب الله، وراحت من إيران للحزب علشان حزب الله يعتبر تنظيم إرهابي، وصعب تلاقي شركة بتتعامل معاه بشكل مباشر. وأصلا بقى إيران برضو عليها عقوبات وحصار اقتصادي، يعني غالبا الأجهزة دي ما راحتش لإيران على طول لأن عليها حصار اقتصادي، المجر مش هتبيعها لإيران فهتعدي عن طريق دول تانية كوسيط قبل ما تروح إيران. وهنا بيظهر لنا سيناريو جديد داخل سيناريو التفخيخ، وهو إن الأجهزة تم تفخيخها أو استبدلها بأجهزة مفخخة خلال رحلتها من مكان تصنيعها لإيران أو من إيران لحزب الله، سواء بقى قبل ما توصل لإيران عن طريق أحد الوسطاء زي ما قلنا، أو من خلال طريقها من إيران لحزب الله، لأن ما شاء الله طريقها من إيران لحزب الله في العراق وفي سوريا وفي لبنان. وهنا عايزين نركز على سوريا في النص، لأن سوريا هي حلقة الوصل الأهم بين إيران وحزب الله، ولو في مسؤول أو مستشار إيراني عايز يروح لحزب الله بينزل في مطار دمشق مش في مطار بيروت. وفي نفس الوقت سوريا أكتر دولة مخترقة وبتعاني من انفلات أمني في العالم كله. السيناريو ده كان منطقي جدا جدا في أول يوم، وهو كان الأرجح على حساب السيناريو التاني. والسيناريو التاني إن هو إسرائيل اخترقت الأجهزة وأرسلت رسائل كتير ورفعت جهد البطارية، وفي نفس الوقت استخدمت مسيرات بتصدر موجات كهرومغناطيسية عالية أدت لرفع حرارة البطارية لدرجة الاحتراق والإبهار. يعني بالبلدي كده السيناريو الأولاني بيقول إن هما فخخوا الأجهزة، والسيناريو التاني بيقول لأ ده هجوم سيبراني بحت مفيش أي مواد متفجرة أو عبوات نازلة. وده كان صعب جدا جدا وكان شبه مستحيل إن يخترقوا الجهاز الصغير ده وينفجر ويعمل كل الأذى ده. لكن في حاجة ناس مش واخده بالها منها، انه من حوالي 2 سنين حسن نصر الله بيتصل على عائلة الشهيد ابراهيم النابلسي، المخابرات الاسرائيلية بتتدخل وبتقطع الاتصال وبترسل زبزبات للجهاز وقدرت انها تحرقه، وتحرقه يعني يولع نار مش بس يعطل. شوف الفيديو ده معايا واهل الشهيد بيقولوا ايه. اتصل علينا سماحة السيد حسن نصر الله رمز المقاومة اللبنانية كي يهنئنا في استشهاد ابننا المقاوم الفلسطيني إبراهيم، ولكن للأسف تدخلت المخابرة الإسرائيلية وقامت بإحراق الهاتف، أرسلت ذبذبات كهربائية للهاتف وأحرق الهاتف. فالإسرائيل عملته من 2 سنين ممكن تكون قدرت تطوره إن الجهاز ينفجر بشكل أكبر أو مش عارف، لكن برضو احتمال الهجوم السيبراني ده وان اسرائيل تخترق وكده كان ضعيف جدا في اليوم الاول. لكن تاني يوم بعد ما انفجرت اجهزة البيجر يوم 19 سبتمبر بتحصل انفجارات مرة تانية، والمرة دي بعدد اقل، لكن مش بس اجهزة البيجر اللي انفجرت، لا هواتف ذكية ولابتوبات وكمبيوترات واجهزة لاسلكية متنوعة ومنظومات طاقة شمسية لحد جهاز البصمة اللي بيشيك عليك انت دخلت الشغل ولا لا، كله ينفجر. وبسبب نوع الأجهزة المختلفة دي اللي حصل في الضربة التانية، الضربة كانت قاتلة بشكل أكبر، أكتر من 30 شهيد وأكتر من 400 جريح لحد لحظة تصوير الفيديو ده. وهنا حصلت صدمة فوق صدمة أول يوم، صدمة خلت سيناريو تسخين وتفجير البطارية اللي كان أشبه بالخيال العلمي ده هو السيناريو الأرجح، لأن الحاجة الوحيدة المشتركة بين كل الأجهزة دي هو البطارية. لكن في سيناريو ثالث برضو ممكن يكون هو الأرجح وبيخلط بين السيناريوهين اللي اتكلمنا عنهم ويعتبر منطقي، مع ان مفيش حاجة منطقية في اللي بتحصل أساسا، هو ان إسرائيل فخخت البطاريات مش الأجهزة،
ممكن العملية تبان انها صعبة ومعقدة لكنها اسهل من انها تفخخ الاجهزة كلها. يعني شحنة البيجر اللي انفجرت في اول يوم دي حزب الله قال انها احدث شحنة تم استلامها، ولو اسرائيل حصل بينها تعاون مع وسيط من الوسائط اللي وردوا الاجهزه دي لايران ولبنان فانها تقدر تفخخ اي حاجه الكترونيه بيتم استيرادها. وهنا ما بقصدش ان اسرائيل هتمسك كل جهاز جهاز تفك بطاريته بقى وتحط متفجرات وكده، لا، هو هتاخد الجهاز وهي اوريدي مصنعه بطاريات بديله مفخخه جاهزه بكميات قليله من C4 شديد الانفجار، تروح جايه شايل البطاريه القديمه حتى البطاريه الجديده قفل يلا حزب الله خد، وحزب الله ما هوش واخد باله من الموضوع ده. والانفجار بيكون بيحصل بتاثير كهرومغناطيسي من خلال المسيرات. وما ننساش ان اسرائيل مصنفه رقم 14 على العالم في الابتكار والتطوير حسب مؤشر الويبو العالمي، وفي ظهرها امريكا ام التكنولوجيات والتقنيات في العالم. لكن عشان نقول ان السيناريو الثالث ده هو السيناريو الصحيح 100% لازم كل الاجهزه اللي انفجرت تكون حديثه عمرها اقل من عمر الحرب الحاليه، وده برضو اللي مفيش تأكيد ومحدش يقدر يأكد. ولكن تبقى كل السيناريوهات قائمة ومفيش ليها تأكيد، خصوصا ان اسرائيل استخدمت الاساليب دي كلها قبل كده، قطعت مكالمة حسن نصر الله اللي اتكلمنا عنها من شوية بهجوم سيبراني، واغتالت الشهيد يحيى عياش عن طريق هاتف مفخخ. طيب دلوقتي هيحصل ايه؟ وهل حزب الله هيرد على الضربة دي؟ وهل ممكن تحصل حرب مباشرة بين حزب الله واسرائيل؟ بص يا صديقي، هو حجم الضربة كبير جدا جدا، يعني اكبر ضربة في تاريخ مقاومة الاحتلال كله، واسرائيل حققت مكاسب كبيرة جدا منها. عندك دلوقتي اكتر من 4000 عنصر من عناصر حزب الله خرجوا عن الخدمة، مش هيقدروا يحاربوا. وهنا بيظهر عبقرية الوسخ اللي حط الخطة دي، انت مش محتاج تقتل 4000 شخص عشان ما يرفعوش سلاح قدامك، لا، انت بس تقعدهم في بيتهم عن طريق جروح بالغة اغلبها يوصل لمرحلة بتر الاطراف. لا الدبابات ولا الصواريخ ولا الغارات هتقدر تحقق الهدف ده. انت متخيل 4000 عنصر اغلبهم مقاتلين ممكن يحاربوا في اي لحظة، انتهوا خلال دقايق، حاجة ولا اكنك بتلعب العاب حربية على البلايستيشن يعني. بس حزب الله بنقول انه عنده اكتر من 100,000 مقاتل، فلو 4000 مش قادرين يحاربوا في لسه 96,000، الله اعلم. لكن تاني مكسب هو الهزيمة النفسية والفضيحة لحزب الله وعناصره، اللي هيدور في بالهم 1000 سؤال، هو احنا مخترقين للدرجة دي؟ اكتر من 4000 عنصر مننا راحوا ولسه ما دخلناش في حرب برية، امال لو اتواجهنا في حرب هيحصل ايه؟ اغلب اللي اتضربوا في التفجير ده انفضح امرهم وتعرف انهم عناصر لحزب الله. وانا هنا بقصد بالفضيحة يعني انهم انتمائهم لتنظيم حزب الله دي حاجة لازم تكون سرية، فما دام انت تعرفت ان انت في حزب خلاص بقى مشهور ومعروف، ودي مشكلة. ومن بين اللي انفجرت معهم اجهزة البيجر ده السفير الايراني في لبنان، وده سر كبير اتكشف انه سفير رسمي من دولة لدولة بيستخدم وسيلة اتصال زيه زي اي عنصر في حزب الله. وطبعا ثالث مكسب هو الانتصار النفسي لجنود جيش الاحتلال. اسرائيل في كل ضربه كبيره بتحاول تثبت لحزب الله قد ايه هم مخترقين امنيا، من اغتيال فؤاد شكر لحد اللحظه بتاعت البيجر دي وتفجير اجهزه اللاسلكي. اما بالنسبه لرد حزب الله فاحنا تجاوزنا مرحله الرد وبقينا على اعتاب حرب شامله. ما ننساش ان اسرائيل بقالها كام يوم بتنقل معدات واجهزه حربيه للجبهه الشماليه على جنوب لبنان، وسحبت الفرقه 98 من قطاع غزه للبنان. وفي زيارته لقاعده رماد ديفيد الجويه جالنت وزير الدفاع الاسرائيلي قال مركز الثقل يتحول نحو لبنان من خلال تحويل الموارد والقوات، اننا نفتح مرحله جديده في الحرب وهي تتطلب منا الشجاعه والاصرار والمثابره، بما معناه يعني انه خلاص دلوقتي الجبهه الرئيسيه في الحرب مش غزه، لبنان. على الناحيه الاخرى وزير الخارجيه اللبناني يصرح ويقول لا يستطيع احد ان يطلب من حزب الله التهدئة بعد الهجوم الذي حصل. رد حزب الله على الهجوم ضروري، يعني الدولة اللبنانية نوعا ما بتدي الضوء الأخضر لحزب الله في نوعية الرد دون الاهتمام للحاجات اللي هتحصل بعد الرد ده. حزب الله اللي كان الشعب اللبناني مختلف عليه ما بين محب وكاره ومؤيد ومعارض، بقى كل أو أغلب الشعب دلوقتي في ظهره. وبمناسبة كلامنا عن موضوع الرد، فإسرائيل ما كانتش هتتجرأ على هجوم بالحجم ده واللي بيعتبر بمثابة إعلان حرب لولا برودة ردود حزب الله وإيران على ضربات إسرائيل. حزب الله كان بيحاول دايما يحتوي ضربات إسرائيل في محاولة لتجنب الحرب الشاملة ولتجنب توريط لبنان الدولة المنهارة دلوقتي في حرب مع إسرائيل. لكن إسرائيل في الضربة دي ما خلتش مجال لحزب الله للاحتواء تاني ولا لضبط النفس. ولو فرضنا أن حزب الله هيحاول يحتوي ضربة بالحجم ده تاني، فإسرائيل هتتجرأ أكتر وأكتر زي ما هي بتعمل دلوقتي. فمن الآخر
طول ما انت سايبهم يركبوك هيركبوك اكتر، انما لو انت فعلا رديت عليهم ممكن ساعتها تسكتهم، بس لازم يكون رد بقوه الرد او بقوه الضربه اللي حصلت دي، مش اللي هو صاروخين كاتيوشا ويلا بينا يا جماعه. وعموما الله اعلم يعني انتوا رايكم ايه، انا عايزكم تكتبوا لي ارائكم كده ونوروني علشان انا مضل محتاج نوركم يا جماعه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، ولاول مره تشوفني تشترك في القناه وتدخل تشوف الفيديوهات القديمه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.